طب انا عندي فكره، ما نعمل زي فيلم الارهاب والكباب ونخرج كلنا ومحدش يحصل له حاجه. طب والله فكره، والله العظيم كانت على لساني. انا مش بقول كده عشان اخدها منك واركب، اصلا هي مش فكرتك على فكره، هي فكره اصلا استاذ وحيد حامد. هتزيط، بس انا يعني كان في تفصيله صغننه ان انا صوتي مميز، فلو اتكلمت محدش بيطلع النبره دي غير انا وفرقه البي جيز، فطبعا لو طلعت وسمعوني البوليس هيقبض عليا يا اما ناصر محروس يعمل لي قلبه. عموما مش شاكر ليكوا كلكم، مش شاكر في المطلق. استاذ عماد ما يهمكش خالص موضوع المعاش، انت خلاص احتبر نفسك من النهارده شغال معايا بالمرتب اللي تقول عليه. مدام عفاف انا هفتح لك مطعم بثلاث فروع تطبخي اللي انت عايزاه، وانت يا ام خالص تعليم خالص هيبقى عليا باذن الله في اسبانيا لحد ما يخلص خمسه ابتدائي. طب احنا كده هنتسوح. خلاص لحد سته ابتدائي. طب خليني تاني عديت. هاتي احمد لطفي في مصر، خليه يجي له تروما ويسترجل شويه. في ايه؟ وانت يا نسمة هجوزك. حزلجوم سيت سيتو. ايه؟ واحد صاحبي عنده عمارتين في حدائق الاهرام وبيلبس جزمه بوست تكساس وبيشرب رزمه. وانا؟ وانا يا حزلقوم؟ هديك نمره سليمان عيد. مش قصدي حاجه، بس انتوا هتبقوا صحاب قوي هتخربوا الدنيا في الصالونات الثقافيه. وكلكم بقى يا جماعه كلكم اللي نفسه في اي حاجه انا رقبتي سجاده. ونيجي بقى للحظه الحاسمه. انا خلاص قررت اواجه مصيري لوحدي بشجاعه. انا لا عايزكم تقلقوا عليا ولا تحسوا بذنب. خلاص واللي عاوز يديني حضني يا ولود الهرمة. فاضل دقيقة واحدة، احسبوها كويس بقى. من مصلحتكم انكم تسلموا نفسكم وتخرجوا الرهائن اللي معاكم بسلام. اثبت محلك انت وهو. احنا رهائن. احنا رهائن يا باشا. احنا رهائن. احنا رهائن. احنا رهائن. ما سابوك تخرجوا ازاي؟ ما نعرفش حاجة، احنا ما نعرفش حاجة. اسأل حزلجوم. حزلجوم مين؟ عمي. يعني يقصد يقول ان حزلجوم ده هو زعيم العصابة واحنا كلنا رهاين. ايوه كلنا رهاين والعصابة كلها جوه، كلنا رهاين. ده رهينة وده رهينة. ايوه ونسمة كمان رهينة. وخليوس ده رهين. ايوه. حد فيكم محتاج مساعدة طبية؟ ايوه انا. كنت محتاج فازلين طبي. يعني لو انا هجيب يعني. نعم خير. اتفضلوا. الحمد لله على السلامة. هاتوا الاقتحام.